عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أستاذة. أنا حلمت بسلفتي بتقول لي حلمت بسلفتي يعني بتقول لي إن في فار في شقتي، وأنا قمت وأنا في الحلم شلت الشقة وروقتها ماشي وما فيش أي حاجة، وبعدين لقيت بوجة هدوم كبيرة مش فيها هدوم ضايعة مني من زمان، وأنا فرحت قوي بالهدوم دي. وبعدين أنا ولا بس أنا ما شفتش الهدوم ماشي ما لبستهاش. في ساعتها بقى كان ابني بيصحيني من النوم بيقول لي يا ماما انا سامع خروشه فار في البيت دي كده. ساعتها انا صحيت، فانا من ساعتها وانا خايفه مش عارفه ده عباره عن ايه. هو ابنك لما صحي من النوم قال لك ان في خروشه فار في البيت فعلا، وكان في خروشه فار في البيت عندك؟ لا طيب اذا هو اول انا كنت حاجه جواه لقيت تمام ابني اهو. بيصحيني بيقول يا ماما في خروشه فار في البيت طيب بص يا ومفيش ستي اول تمام، اول حاجه الفئران من الفواسق، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الفواسق في الحلو والحرام تمام. والرؤية اللي انت تفضلت بذكرها ديت ان في فار موجود في قلب بيتك، فمعناته ان في يعني سبحان الله اشخاص غير جيدين في حياتكم، والاشخاص الغير جيدين في حياتكم دولت يعني سبحان الله ربما ان هو بيمكروا بيكم او بيحاولوا ان هم يوجعوكم في مكروه، او بمعنى صح ما يتمنوش لكم الخير، لان الفار هو شخص فاسق غادر، ربما يكون من الاقارب ربما يكون من المعارف. اهم حاجة ان في حد يعني سبحان الله بينكر او بيحاول ان هو يوجع البغضاء في حياتك او البغضاء في نفسية زوجك عشان ما يكونش فيه وفاق وما فيش ارتياح بينكم وبين بعض. هذه النقطة الأولى. ومعنى ان كانت في هدوم ضايعة منك وانت اتحصلت على الهدوم دي، فانا عايز اقول لك ان كانت في مشاكل في حياتك الفترة اللي فاتت، وربنا سبحانه ايوه وتعالى جعلك انك انت تتغلبي على هذه المشاكل وتنتهي المشاكل، والحمد ايوه لله ان هي المشاكل دي اخمدت تماما. اما بالنسبة للنقطة الثالثة في الرؤية، فانا انصحك يا اختي الكريمة انك انت في طريقة أنا نزلتها قبل كده، إن إحنا بنتكلم إزاي إنك أنت تتخلصي من الأنفس الخبيثة أو الشياطين أو الأسحار اللي بتكون موجودة في البيت، ودي عن طريق كوباية مية، وتقدر إنك أنت تشاهديها، هتلاقيها في اليوتيوب أو هتلاقيها بنشرينها أو في الجروبات عندنا. بس أهم حاجة أنا عايزك إنك أنت تشغلي سورة البقرة في البيت، وتحاولي إنك أنت ترشي ملح في قلب البيت بتاعك في الأركان. هو الملح لا يضر ولا ينفع، ولكن هي من الأسباب اللي أنت من خلالها سبحان الله تتغلبي على كل الاذى، لو في اذى موجود في البيت او حسد او شيء. لكن انا عايز اقول لك ان في يعني سبحان الله عدم وفاق او عدم توائم مع اشخاص قريبين منك، تجنبيهم قدر الامكان واحسني اليهم، والله اعلم. وانا متجنباهم، انا عارفاهم بس متجنباهم. بس فعلا تمام انا عندي برضه عندي واحده كل ما اجي اكلمها لازم يحصل مشاكل ما بيني وما بين جوزي على اتفه الاسباب. انا كان فعلا في مشاكل جامده ما هنا بيني بقى وما ايه؟ بينه، وكنا بنتضارب على حاجات هايفه جدا، كنت بغضب وبنسيب بعض بالشهور. ما احنا عشان نتجنب جميع المشاكل ديت، وعشان نتجنب جميع الخلافات دي، المحافظة على الصلوات المفروضة في أوجاتها والأذكار بتاعت الصباح انا الحمد والمساء. لله بصلي وما بسيبش فرض خالص. خلاص تمام. وفي رقية في اليوتيوب اسمها دياتي لكم، اسمعيها. طيب تمام بعض شكرا. المقاطع ديت يعني المقطع ده ممكن يتنشر في اليوتيوب يعني مكان البتاع، عندك مشكلة فيها؟ لا 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 شكرا. بارك الله فيك، حفظك الله، مع السلامة. تمام.